مليارات الدولارات هي تقديرات الخسائر الأولية لانفجار مرفأ بيروت مقابل الافتقار للقدرة المالية على مواجهة التداعيات. هي أزمة الأزمة، فحجم الخسائر التي تعرضت لها أرض المرفأ والذي يعد واحداً من أهم 10 مرافئ على البحر المتوسط، إضافة إلى المرافق التجارية والسكنية وصولاً إلى مسافة 15 كيلومتراً عن مركز الانفجار، تعادل 5 مليارات دولار، أي نحو 9.36% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبنان خلال 2019، كما يعادل المبلغ 4 أضعاف قيمة سندات يوروبوند التي تخلف لبنان عن سدادها في آذار الماضي البالغة 1.2 مليار دولار، كما تعادل الخسائر 25% من احتياط النقد الأجنبي للبلاد. حشد الدعم المالي العام والخاص من أجل إعادة إعمار ما خلفته الكارثة بات ضرورة ملحة، الأمر الذي تكفل به البنك الدولي إضافة إلى وضع خطة لإعادة الإعمار وفق المعايير الدولية.